فاكره يا شيرين فيلم الكيت كات؟ اه طبعا أكيد. طبعا الساحر محمود عبد العزيز كان من اهم الافلام، طبعا علامه في السينما المصريه، طبعا كانت من اهم الافلام في مشواره الفني فيلم الكيت كات. كان هو طبعا بيجسد شخصيه رجل كفيف ولكن يعني جهبذه، بيعرف يعمل كل حاجه، وكان من ضمن الحاجات اللي بيعملها واللي كانت غريبه قوي ان هو بيسوق موتوسيكل وهو كفيف. طيب دلوقتي اللي حصل انه القصه دي فعلا حصلت في قريه الصباح في اليوم مع الاستاذ محمد عبد النبي. هو شاب كفيف عنده 24 سنه لكن بيسوق عربيه في الشارع. تعالوا نشوف الحكايه دي ونرجع مره ثانيه. لما هو حضرتك من الذين جمع في السوار على سنه شمال صغيره شمال مش قوي. تعالى يمين يا شيرين والقعد. قاعد شمال بس قاعد تستنى يمين صغير. ايوه مش صغيره بقول، ارجع تاني. لا بس كده انت الدركسون بقى عدل معاك. على سنه شمال مش قوي يعني لاتشه كده خفيفه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الجنرال يتحدى اي حاجه. قاعد طبعا بداره جميله زي ما شفنا. محمد مش انسان عادي، هو رب اسره مكونه من والدته واخواته البنات اللي هم برضه فقدوا بصرهم. وحصل مرتين على فكره على بطوله الجمهوريه للمعاقين في الكاراتيه، ودي حاجه طبعا تخلينا في منتهى السعاده والفخر ان في بني ادم عنده امل، وهو بس كل اللي عايزه دلوقتي ان هو يلاقي مسؤول يقول له شكرا. احنا في عسل ابيض بنقول لك شكرا، وان احنا بنحبك وبنحب اصرارك على النجاح. احنا بنحب كل الناس اللي زيك، وبنتمنى كل الناس في مصر بقى اللي عندهم ذوي قدرات خاصه، عندهم اعاقه، عندهم اي حاجه يبقوا زيك، وحتى الاسوياء، لان في مننا كتير بيبقوا اسوياء ولكن للاسف الشديد يعني بيعتمدوا كل الاعتماد على الاخر، يعني سواء كان شريك حياته او والدته ووالده او الكلام ده. السعاده هي انك تعملي حاجه بتحبيها. طبعا يعني اوعوا يا جماعه حد يكون حواليك ويكون عنده اعاقه ما او مش قادر يعمل حاجه او حتى مش ذكي كفايه وتصدموه. بليز سيبوه يعيش حياته ويعمل الحاجه اللي هو عايز، طالما مش هيأذي نفسه مش هيأذي اللي حواليه، عشان يعني تكسبه ثواب. يعني عارف اللي هو جبر الخواطر، يعني جبر الخواطر. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان دي حاجه بت 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 بتبقى فيها حسنات كتير قوي للانسان. ان شاء الله كلنا نسلك نفس مسلك ونهج كده محمد ونعمل الحاجات اللي بنحبها من غير ما نأذي حد.